بسم الاب والابن الروح القدس الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته الان والى الابد امين. كل سنه وانتم طيبين. بقلنا قد ايه كام ساعه وتبتدي السنه الجديده؟ دلوقتي كام؟ 10:30. 10:30 يبقى فاضل كام ساعه؟ ساعه ونص وتبتدي سنة جديدة. طب سامحوني أنا هقول سؤال جايز يضايق البعض، لكن لازم نواجه هذا السؤال. طب لو كانت الساعة ونص دي عشان ينتهي العالم، هل إحنا مستعدين؟ هل إحنا مستعدين؟ ولا لسه محتاجين سنين وسنين علشان نستعد؟ ساعة ونص عشان نبدأ سنة جديدة، وتبتدي السنة الجديدة ونيجي في آخر يوم في السنة ونقول له يا رب ممكن تدينا سنة تانية لأن احنا لم نستعد بعد. لو كان الساعة ونص اللي باقية دي عشان نبدأ السنة الجديدة كانت نهاية هذا العالم، هل ممكن نقول له يا رب احنا مستعدين؟ نقدر نقول له يا رب احنا مستعدين؟ ولا الرعب والخوف يتخللنا ونبقى مضطربين وتعبانين ونقول له يا رب اتركها ايضا هذه السنه؟ عشان كده محتاجين نتكلم عن نماذج من التوبه. محتاجين نعرف ازاي نستغل الوقت اللي جاي علشان نتوب فيه، لانه ما احناش عارفين اللي باقي لينا قد ايه، وما نضمنش هنقعد قد ايه في هذا العالم. عشان كده في ناس لما نجيب سيرة الانتقال او سيرة نهاية العالم ناس تضطرب، وفي ناس لا مبالاة، وفي ناس تبقى فرحانة. ليه؟ المستعد يبقى فرحان، المستعد يقول له تعالى أيها الرب يسوع احنا منتظرينك. يا من زمن كبير واحنا عمالين نقول تعالى يا رب احنا مستعدين احنا منتظرين، وفي ناس يقول لا يا رب كفى الله الشر مش عايزين نسمع هذه السيرة، احنا عايزين نعيش في العالم الى الابد. انا هاخد مثال من الامثلة كده. واحد زي سمعان الشيخ، القديس سمعان الشيخ، كلنا عارفين سمعان الشيخ لما جه يترجم التوراة جي عند الآية اللي بتقول هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا، وقال مش ممكن، لأن رجل شيخ لما أكتب العذراء تحبل الناس تضحك علي، فأنا هكتب إيه؟ هو زي الفتاة. الفتاة دي يعني واحدة صغيرة في السن، سواء متجوزة أو مش متجوزة، هي فتاة، فأنا هكتب هو زي الفتاة. كل ما يجي يكتب بيقول التقليد انه القلم يتكسر، وبعدين ظهرت له رؤية وقال له مش راح تموت لغاية لما تشوف ابن ايه؟ العذراء اللي انت مش مصدق، اللي انت مش مصدق ان العذراء هتحبل وتلد، لغاية لما تشوف ابن العذراء. وبيقول التقليد انه عاش سمعان الشيخ حوالي 400 سنة او 300 سنة عايش الرجل.
350 سنة عشان يشوف ابن العدل، لغاية لما عيني كلت من مبقاش يشوف. ولما الست العذراء دخلت بالسيد المسيح لكي يصنع له حسب عادة الناموس، بيقول حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله إيه؟ قائلا الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب إيه؟ قولك، لأن عيني قد أبصرت إيه؟ مع أنه كان الرجل عينيه ما بتشوفش، عيني قد أبصرت خلاص. إمتى طلب أنه ينتقل؟ إمتى؟ الآن يا سيد تطلق عبدك بإيه؟ حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت إيه؟ خلاص. إمتى طلب أنه هو ينطلق بسلام؟ إمتى؟ لما خد المسيح في حضنه، لما خد المسيح في حضنه، لما شال المسيح وخده في حضنه، خلاص خد المسيح في حضنه. عايز ايه تاني؟ قال لا، كفاية خلاص، اطلقني يا رب بالسلام. عشان كده كل انسان حاسس ان المسيح جواه في قلبه ما يخافش من العالم، ما يخافش العالم ينتهي دلوقتي ينتهي بعدين، ما دي مش ده اللي شغله، مش ده اللي شغله. انا يشغلني شيء واحد، يشغلني وجود المسيح فيا. عشان كده باستمرار اسال واقول مسيحك فين؟ فين المسيح بتاعك؟ فين مسيحك؟ فين مسيحك؟ بتدور عليه لسه؟ ولا مسيحك في قلبك؟ ولا انت مش عارف اذا كان المسيح موجود ولا مش موجود؟ ما تعرفش. سمعان لما حمل السيد المسيح قال لك خلاص يا رب اطلقني بسلام. في واحد تاني عمل نفس الموضوع ده في العهد الجديد. مين؟ مين عمل كده؟ مين قال نفس الكلام؟ مين قال نفس الكلام؟ قديس بولس قال لي اشتهاء أن أنطلق الآن. ليه؟ قال عايز أكون مع المسيح، عايز أكون مع المسيح. طب أنا هاخد أمثلة تانية، أمثلة تانية علشان ممكن أقول دولت كانوا ناس قديسين، لكن أنا إنسان خاطئ، أنا إنسان مليان بالخطية، ما أقدرش أقول كده، ما أقدرش. ده لما يجي المسيح علشان ياخدني أقول له لا اعمل معروف، اديني فرصة، اديني فرصة عشان أتوب. طب تعالوا ناخد أمثلة، ناخد أمثلة من الكتاب ونشوف مسيحنا بيقول إيه عن التوبة، بيقول إيه؟ التوبة دي محتاجة قد إيه عشان أتوب؟ محتاجة كام علشان أتوب؟ أدفع كام عشان أتوب؟ أو محتاجة مدة قد إيه علشان أتوب؟ أنا هاخد أمثلة من الكتاب، من الإنجيل، وأقول له يا ربي الكلام ده ممكن ينفع معايا ولا ما ينفعش. تعالوا نشوف، ناخد الأمثلة الصعبة في الأول. الست التي أمسكت في ذات الفعل، الست اللي قالوا له دي احنا لقيناها بتزني، والشريعة بتقول انه نرجمها، واحنا جايين ننفذ الشريعة، احنا مش بنعمل حاجة غلط ولا احنا ضد هذه لكن احنا بننفذ الشريعة وعايزين نرجم هذه الست، وجاهزين حجر اهو، والست اهي اللي اخطأت
واحنا كلنا نرجمها لأن الشريعة بتقول ترجم. مسيحك اللي انت بتهرب منه ليه رأي تاني في الموضوع، قال دي بنتي، دي بنتي، ده انا افديها بدمي، انا افديها بدم. دي زانية، خلي بالك دي زانية وكسر الشريعة، قال انا افديها بدمي. بتعمل ايه يا رب؟ هتكسر الشريعة؟ قال انا دمي يطهر من كل خطيئة. وطى على الارض وبقي بينه وبين الحاجز، الست واقفة على جنب والجموع اللي ماسكين الحجارة جايين عشان يرجموها واقفين على جنب، وهو في النص بينهم علشان لو حد مد ايده بطوبة تيجي في مين؟ تيجي في مسيحك. ده المسيح اللي احنا بنهرب منه، مستعد ان يحتمل كل طوبة تيجي فيك اللي تيجي فيه هو. ليه؟ قال هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. تؤمن بربنا؟ تؤمن انه قادر؟ تؤمن انه ينجيك من الخطية؟ تؤمن انه يديك حياة ابدية؟ تؤمن ان يجدد حياتك؟ تؤمن ان قادر ان هو ينقذك من كل خطية؟ لو تؤمن تعالى تعالى. عشان كده في الاخر قال لها ايه؟ اما دانك احد؟ قالت له يا سيد. طب انت يا رب هتعمل ايه؟ ده انت القدوس الجالس بين تسبيحات اسرائيل، ده انت يا رب كلي القداسة. ودي ست زانية امسكت في ذات الفعل، لها ولا انا ادينك، اذهبي بالسلام. يعني يا رب لو انا انسان زاني واجيلك اقول لك يا رب انا تبت، تقبلني في نفس اللحظة؟ قال في نفس اللحظة. يا رب من غير فلوس، من غير تعب، من غير تعب، توب يا ابني وانا اقبلك، توب وانا اقبلك في نفس اللحظة. ده انا جاي مخصوص من اجل خلاصك، جاي مخصوص من اجل اعطيك حياة ابدية. انا مش جاي من اجل الدينونة، جاي من اجل الخلاص. تقدر تقدم توبة؟ تقدر تقول له يا رب سامحني؟ يقول لك ايه؟ تقول له سامحني، يقول لك ايه؟ في حضني يا ابني، في حضني. ايه اللي مطلوب مني؟ المطلوب مني في قصص الكتاب المقدس بيقول فيها كده، بيقول الابن الضال اللي مشي وساب ابوه وترك بيت ابوه، لما جاع قال ايه؟ رجع الى نفسه. تقدر ترجع الى نفسك؟ ده المحور، ارجع الى نفسك. دي الساعة بتاعة الرجوع الى النفس، ساعة نهاية العام أو العالم، دي الساعة اللي بتخلينا كلنا نفكر في حياة جديدة. هل أنت مستعد أنك أنت ترجع لربنا وتقول له أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، لست مستحقا أن أدعى لك ابنا؟ وبعدين يقول إيه؟ ما تكملش، اوعى تقول اجعلني كأحد أجرائك. ليه؟ قال لأنك ابني. كده يا رب بسهولة. طب والفلوس اللي أنا خدتها وضيعتها؟ قال أنا مش عايزها، أنا عايز قلبك، اعطيني يا ابني قلبك. ولتلاحظ عيناك ترقي.
يعني يا رب انت مش عايز مجهود في التوبة. المجهود في التوبة انك تكره الخطية، اكره الخطية وانا اعطيك حياة ابدية. بس كده يا رب، قال بس كده، مش محتاج يا رب مجهود اعمله من اجل، قال مش محتاج حاجة يا ابني، مش محتاج حاجة، تعالوا إلي يا جميع المتعبين. متعبين من إيه؟ من الخطايا والثقيل الأحمال. أحمال إيه؟ أحمال الخطايا والذنوب والهموم. تعالوا إلي وأنا إيه؟ هيريحنا إزاي؟ واحد جاي شايل حمل تقيل وبيقول لك ساعدني ريحني، هتعمل إيه؟ تشيل عنه ولا تحط عليه؟ هتشيل عنه. بيقول كده أنا أريحكم، تعالى هات همومك، هات خطاياك وتعالى تحت رجلين المسيح. أقول له إيه؟ أنا إنسان خاطي يا رب، إنسان خاطي. يقول لك إيه؟ حبيبي مغفورة ليك خطاياك، مغفورة ليك خطاياك. سمعناها في الكتاب كتير ولا ما سمعناهاش؟ الدفع فيها كام؟ الإنسان اللي خد مغفرة خطاياه دفع كام؟ تعب في إيه؟ مسيحك هو اللي تعب، المسيح اللي احنا بنهرب منه هو اللي تعب، هو اللي جاي يقدم لك خلاص مجاني، جاي يقدم خلاص مجاني ببلاش. ارجع وتوب لحسن. فضل ساعة ونص على العام الجديد، محدش عارف، أو العمر محدش عارف، فضل ساعة ونص. يا ترى مستعد ولا مش مستعد؟ ترى احنا مستعدين ولا مش مستعدين؟ ده اللي ربنا بيفكرنا بيه في هذه الأيام. مثل تاني من ضمن أمثلة التوبة الحلوة، واحد زي زكى العشار. العشارين والزنا كانوا بيبقى لفظين مترادفين ورا بعض، بيجوا ورا بعض في الكتاب، العشارين والزنا أو الزنا والعشارين، بيجوا بيلمهم مع بعض كده، لأنه يعتبروا العشارين والزنا دول فئتين منبوذتين من المجتمع كله. يعني ايه اللي حصل من زكا؟ كان في عشرين كتير، كان في عشرين كتير في الوقت السيد المسيح. ايه اللي حصل عشان زكا يبقى انسان كويس والمسيح يدخل بيته؟ ايه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ أراد أن يرى يسوع، حس إن هو عايز يشوف المسيح. تقدر يكون عندك هذا الإحساس الليلة دي؟ نفسي أشوفك يا رب، نفسي أحس بوجودك في حياتي يا رب، نفسي أعيش معاك يا رب، نفسي يا رب أتلذذ بيك يا رب في هذه الليلة. ولا الواحد بيدور على حاجة تانية؟ عشان كده أقول الساعة ونص اللي فضلة دي، يا ترى الساعة ونص دي بس لاستقبال العام الجديد، ولا الساعة ونص دي أنا ممكن أقول الساعة ونص دي ممكن تكون نهاية لحياتي؟ إيه اللي أنا عملته من أجل خلاص نفسي؟ والمسيح واقف بيقول أنا واقف على الباب أقرأ، أنا قدمت لك خلاص مجاني. عشان كده القديس بولس قال إيه؟ خسرت كل الأشياء. القديس بولس خسر كتير. القديس بولس كان ممكن اللي تعلم تحت رجلي غمالة إيل، ممكن يكون معلم للناموس وعنده مدرسة كبيرة زي
غمالائيل معلمه، ده راجل فيلسوف، راجل يعرف يوناني ويعرف عبري ويعرف لغات كتير، كان راجل فيلسوف. كان ممكن قال خسرت كل شيء، ليه؟ قال علشان أربح المسيح. حسبت كل الأشياء نفاية من أجل إيه؟ من أجل محبته للمسيح. إلا أنا خسرته من أجل المسيح، إلا أنا وإنت وإنت خسرناه من أجل المسيح. إيه؟ لو جاني النهاردة أوفر تايم ويوم العيد مثلا جاني أوفر تايم وقالوا لي هندي لك بدل ساعة ونص هندي لك ساعة بساعتين، ممكن أعمل إيه؟ أقول طب خلاص أروح أشتغل وأخد أجر الساعة بساعتين والقداس ده يتعوض مرة تانية. لكن قديس بولس قال حسبت كل الأشياء نفاية لكي أربح المسيح. تقدر تعمل كده ولا المسيح ده آخر واحد واقف في الطابور ممكن نقابله ونشوفه ونتقابل معه؟ داود النبي بيقول واحدة طلبت من الرب وأيها ألتمس، أو أيها ألتمس، أن أسكن إيه؟ في بيت الرب كل أيام حياتي. ده داود ده كان شكله إيه ده؟ كان بيشتغل إيه؟ كان بيشتغل إيه؟ ملك. يقول واحدة طلبت من الرب، كل الملك وكل العظمة وكل، أنا مشتاق إن أنا أسكن في بيت ربنا، مشتاق ان انا لي علاقه بربنا. ولا احنا، سامحوني في اللي هقوله، عايزين نعيش في الكذب، عايزين نعيش في الشتايم، عايزين نعيش في الكلام الفاضي، عايزين نعيش في مش عايز اقول الليسته كلها. الأجرة كل هذه ايه؟ احنا اوقات بندور على الموت مش على الحياة، اوقات كتيرة بندور على الموت مش على الحياة. الكذب يجيب موت، الشتيمة تجيب موت، السرقة تجيب موت، الزنا يجيب موت، المواقع اللي مش كويسة على التليفون ولا على النت ولا على الكلام ده كله يجيب موت. الأجرة الخطية إيه؟ موت. أجرة الخطية موت. السيد المسيح أنا الطريق والحق، أنا الحياة، أنا الحياة، ده اللي بنهرب منه، ده المسيح اللي بنهرب منه، مع أن في إيده الحياة. من يؤمن بي ولو مات فسيحيا. النهاردة دعوة للتوبة، دعوة للتوبة. التوبة مش هتكلف، مش هيدفع فيها فلوس، لكن هيتقدم فيها قلب منسحق. هقدم قلب منسحق اقول له اخطيت يا رب، سامحني، صدقني صدقني الله صادق وامين، ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل يعمل ايه؟ يغفرها لك. ويقول لك ايه؟ مغفوره ليك خطاياك، ادخل الى فرحي سيدك. ده اللي ربنا عايزه، ده اللي ربنا عايز. ربنا عايز بساطة، بساطة، مش عايز تكلفة في حاجة، لكن عايز الإنسان يقول له يا رب أنا جاي لك بكل قلبي يا رب، أنا بحبك يا رب، بحبك يا رب، أعمل إيه؟ قال ولا حاجة، حب الرب من كل قلبك، ده يكفي، ده كفاية يا رب. قال كفاية، كفاية انك تحبني، كفاية انك تحبني زي ما انا احببتك وجاي من اجلك علشان اعطيك حياة ابدية.
طب ايه اللي مطلوب مني الليلة دي؟ ايه اللي مطلوب مني الليلة دي؟ انا مش هقول حاجات كتير، مش هقول حاجات كتير، لكن هقول بداية ابتدي بيها، بداية واحدة، خطوة واحدة ابتدي بيها، خطوة واحدة ابتدي بيها، والخطوة دي تقودك إلى بقية الخطوات التانية. وقف النهاردة قدام المسيح وقول له إيه؟ يا رب أنا محتاجك، أنا إنسان ضعيف، أنا إنسان خاطي، أنا يا رب محتاج أتعرف عليك الليلة دي، محتاج أعيش معاك، محتاج يا رب أمسك في إيدك، أنا يا رب في احتياج، أنا في احتياج يا رب، أنا في احتياج ليك يا رب، ممكن تسندني، ممكن تساعدني. تلاقي ايدين المسيح حوطت حواليك وخدك في حضنه وقال لك ابني يا حبيبي انا مش ممكن اسيبك من غير حاجه يا رب، من غير حاجه خالص. اللص اليمين على الصليب، على الصليب كان اول مره يمكن يصلي، كان اول مره يمكن يقول يا رب. عاش طول حياته كده، بنقول كده يوم الجمعة العظيمة، دماس اللص اللي ايه بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ عشت كل ايامك ايه؟ لصا في غابات اورشليم، وبكلمة عملت ايه؟ سرقت الملكوت، سرق الملكوت. قول انت الكلمة دي، قول يا رب انا بحبك، محتاجك يا رب، محتاج يا رب، انا محتاج، انا في احتياج ليك. ربنا بتاع المحتاجين، ربنا بتاع الخطاة، بيسميه كده الكتاب كده مسيح الزناة، مسيح العشرين، مسيح الحرامية، مسيح الخطاة، ده المسيح بتاع. عشان كده قال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، أنا جاي من أجل الخطاة، قال كده، قال أنا جاي من أجل الخطاة، جاي أعطيهم حياة أبدية، جاي أعطي الحياة. مستعد أنك أنت تاخد الحياة ولا مش محتاج حياة؟ لو مستعد نادي مسيحك النهاردة، قل له أنا محتاجك يا رب. اوعى تفتكر أنك علشان اسمك مسيحي يبقى كل حاجة في إيديك، اوعى تتسرق منك حياتك الأبدية، اوعى الشيطان يضحك عليك ويسرق حياتك الأبدية. قول له يا رب أنا محتاجك، محتاجك يا رب أعيش معاك، أنا إنسان خاطي، أنا إنسان يا ربي الخطية كسرت ظهري، ممكن تشيل عني يا رب، ممكن تشيل عني. ده اللي ربنا عايزه النهاردة، ده اللي ربنا بيقوله لنا النهاردة علشان نبدأ معاه بدءا حسنا، عشان نبتدي معاه سنة جديدة. أبتدي السنة الجديدة إزاي؟ هقول له إيه في السنة الجديدة؟ هقول له إيه في السنة الجديدة؟ أقول له جبت بنطلون وقميص وبدلة وجداد، وجبت فستان، وجبت مش عارف إيه، وفرحان. للأسف، للأسف مش هو ده الفرح، لأن أنتم هيكل الله وروح الله فين؟ أنت جواك روح الله، جواك الروح القدس، أنت هيكل للروح القدس، اوعى الشيطان يسرقك، ده أنت ابن للمسيح، اوعى الشيطان يسرقك. ده انت دمك غالي لانك اشتريت بدم ثمين، اوعى الشيطان يسرقك. فتح عينك، بص، شوف مسيحك فين، مسيحك فين. اوعى تنام الليله دي من غير ما تطلب المسيح، اوعى تنام وتقول انا بكره
أول يوم 1/1/2022 سنة جديدة. عيش يا نفسي، عندك 365 يوم، تمتعي وكلي واشربي، لأنك عندك 365 يوم عشان تتمتعي بحياة جديدة وسنة جديدة. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، اطلب مسيحك الليله دي، يا رب محتاجك. من بداية اللحظات الأولى، من بداية الثواني الأولى ل2022، يا رب لازم تكون معي. أنا بعت كل شيء، حسبت كل الأشياء نفاية عشانك يا رب، من أجل أنك أنت تملك حياتي وتعيش معي. يا ربي كل السنين اللي فاتت دي أكلها الجراد، أنا محتاج يا رب وجودك الليلة دي معي. بتطلبش أكثر من كده. هتلاقي المسيح يعمل جواك، يكمل معاك الطريق، يكمل. تعال بس، تعال وابدأ معه، تعال ابتدي معاه، قل له الليلة دي أنا محتاجك يا رب، محتاج كفاية السنين اللي كلها الجراد. هرجع وأقول السؤال تاني اللي قلته في الأول. احنا دلوقتي كان فاضل ساعة ونص، دلوقتي فاضل ساعة على السنة الجديدة. طب لو فاضل ساعة بس على نهاية الحياة، هقول له ايه؟ هقول له ايه؟ هسيب السؤال كل واحد يجاوب عليه بنفسه، وكل واحد ياخد قراره بنفسه، لأنه لو اتسرق العمر ايه اللي يحصل؟ لو عمري اتسرق ايه اللي هيحصل؟ مفيش عمر جديد، مفيش اكستنشن للحياة. ما اقدرش اقول له يا رب استناني شوية لما اتوب، مش هقدر. يا ريت نطلب المسيح الليله دي، نقول له يا رب ساعدني، انا افنيت حياتي كقصه، انا كل السنين اللي فاتت مني ضاعت مني، تقبلني يا رب الليله دي وتبدا معايا بدايه جديده. هتلاقي حنان ربنا كله، عطف الله كله، سماحه الله كلها، غفران الله كله ينسكب عليك ويقول لك ابني حبيبي، تعال يا رب عيش، تعال يا ابني عيش معايا، ابدأ معايا صفحة جديدة في سنة جديدة بحياة جديدة. ربنا يبارك فيكم، يحافظ عليكم، يملاكم من كل بركة ونعمة، يفتح أذهان قلوبنا وعيوننا وأفهامنا عشان نقدر نكمل مسيرة حياتنا مع المسيح، علشان يكون لنا حياة أبدية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الأبد، أمين.